انا بدافع عن بيتي وعن مراتي. بعد عن الانسان اللي بيحبها وخسرها لفتره طويله. هي اعطت لنفسها مبررات بالحب. كيف سيؤثر مثلث الحب على احداث مفترق طرق؟ اميره، يحيى، ودارين، هو ده اللوف تراينجل اللي بدا يظهر في احداث مسلسل مفترق طرق. طب انا كنت محتاجه استاذن النهارده ساعتين بس اوصل الولد، اوصله لحد اهله وارجع على طول وهعوضهم، هسهر بالليل في المكتب. تمام، مفيش مشكله. فالقدر رجع اميره لحياه يحيى زميلها القديم، ورجعت معاها مشاعر الماضي اللي دفنها بفرصه غير متوقعه لاعاده حبه الضايع. لوحدك خالص؟ لوحدك خالص، مش ولا قطه مثلا ولا حاجه كده؟ لا ما استحملونيش خالص. هو شخص بيحب يعني رومانسي. حب وقرر يسكت يعني ما تحركش. يمكن انا كمان مش جريء في الحب يعني، فهو كان مش جريء فبعد عن الانسان اللي بيحبها وخسرها لفتره طويله. بس باين ان مهمته مش هتكون سهله، بدايه من ان اميره اصلا مش عارفه بالحب ده وبتتعامل معاه على انه صديق قديم. لو هكمل اشتغل في المكتب ما ينفعش يتقال ان انا باخد قضايا عشان انت تعرفني، سيبني انجح بمجهودي. والاهم ان دخولها من جديد على حياه يحيى اشعل نار الغيره في قلب دارين شريكته في المكتب، منافستها اللدوده على الصعيد العملي والعاطفي. فبدانا نشوف مشاعرها اتجاه يحيى من اول ما زارت اميره في حياتهم. احنا من امتى بنكلم كل محامي بتاخر على الاجتماع؟ هي اعطت لنفسها مبررات بالحب. هي حالي خاصه يعني، انا بقول مش كل الناس بتحب نفس الطريقه، في ناس بتحب بشكل هستيري بشكل مرضي للاكستريم، في ناس عادي بتتقبل الهزيمه بالحب كذا، فهي كاركتر غريب بصراحه. يعني العشره القديمه دي زماله جامعه ومكتب وبس. وقدام الصراعات دي كلها في صراع اكبر بيخوضه عمر المنسي زوج اميره. أنا بكره إياد نصار. خبرني عن عدو بالضبط. يعني. لا إياد طبعا ممثل لا يستهان به طبعا يعني، ممثل كبير ما شاء الله. الله يعني طبعا. ومستمتعين مع بعض أنا هو يعني، لأن كل واحد فينا ماسك التراك بتاع الشخصية بتاعته مظبوط قوي عشان يبان الفرق، عارفة؟ بس دايما مش طايقين بعض من أول وهلة، لأن هو تعدى على حدودي وأنا بدافع عن بيتي وعن مراتي. فهو بالرغم من خيانته الأميرة والموقف اللي أخدته اتجاهه بعد الفضيحة إلا أنه متمسك بيها. مفيش قضية خسرانة طالما القاضي لسه ما حكمش. حسيت بالوجع بجد أن بيتي بيروح مني. ده الموضوع أثر فيا جدا، وحسيت أن أنا الموضوع لو الواحد وصل للمرحلة دي يا ترى هيقدر يكمل حياته إزاي، أيا كان ناجح بقى في شغله أو مش شغله. لأن الجانب الإنساني والجانب الأسري ده بالذات ده أنا بعتبره 75% من حياة الإنسان. لو ماجد المصري كان هو مطرح عمر المنسي كان قدر سيطر على الأمور؟ يعني هو خان أكتر من مرة. مستحيل خيانة طبعا، مستحيل، مش مدرجة. لكن لو وقعت في مشكلة أكيد هعمل المستحيل عشان أحافظ على 75% اللي هم حياتي الأساسية. فصعب إن الواحد يستغنى بسهولة كده، فلازم يدافع، لأنه لو ما دافعش يبقى أريد أنت كانت حياتك دي مزيفة ملهاش قيمة وما أنتش حاسس بقيمتها. أنت فرصك كلها خسرتها من يوم اللي حصل. لا وما شاء الله لسه بتخسر كمان.